Hey, kids. Hey. 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 Eu sei mais como fazer vídeos de... علاش نهار نبغي نصور فيه انا عاد خاصو تسمع شي صداع. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم واحد الفكره اللي حتى واحد ما دار، حتى واحد ما فكر فيها، حتى واحد ما بارك من حتى واحد بزاف. المهم هذه الفكره هذه قررت باش ندير لكم عليها بودكاست، داكشي علاش بغيت ندير هذا الفيديو. شكرا. كاملين عارفين ان كل واحد فينا موسوس بشي حاجه، وديك الحاجه كتوقع ليه بالضبط غير في الوقيته اللي تيكون بوحدو. سو يعني العقل ديالك تيخليك تفكر شي حوايج اللي غير منطقيه وما كايناش. بحال اش كدير يا صاحبي؟ ها كاين والو، بغيت نخلعك صافي. كيف مسيو بحال هادشي؟ دابا كيبان ليا غتكونوا فهمتوا الكونسيبت تاع هاد الفيديو. سو خليكم تفرجوا و باي باي. سلام. سو اجي تشوفوا معايا اللقطه الاولى اللي فاش كتكون بوحدك في الدار وكتسمع شي حاجه طاحت. نهار اليوم ملل في الدار كيميت. جاتني فكره، مشي نجيب بيسي. هاد البيسي هذا تو ما عرفتش فين يكون مدر كاع. الحاجه الوحيده اللي مبغيتش تفهم ليا هي لقيتها كتكون داخل الطواليت كتسالي كتخرج بالزبله. علاش؟ الله اعلم. حيت كتبغيو تسربيو دغيا وتسدو باش ميتبعكم حتى شي واحد من موراكم. والمشكله ان داك الشخص اللي كان غادي يتبعك علاش غيتسناك انت تتسالي وتخرج وتسد عليه الباب دغيا؟ راه غيشدك انت تما. شو اللوجيك اللي عندنا كيفاش داير؟ One hour later. Oh, كتبت من الماء بزاف. صوت باقي ما ساليتيش. صوت تهربتي يا صاحبي، باقي حتى ما دويت معاك. اجي نقول لك بعد المرات كتكون جالس مع الكمبك حتى واحد شويه كيجيك الملل بزاف، وقوه داك الملل كتخيل انك كدوي مع شي واحد اخر، وداك الواحد اخر هو انت، يعني تكون منك جوج. ناي الملل بزاف، كاين بوحدي في الدار، المشكلة زيرو ميساجات، مع من غندوي انا دابا؟ متخافش اصاحبي انا حداك، انت حدايا؟ ولكن اللي كنتي انت هو انا، علاش دير الكاسكيطة؟ علاش دير الكاسكيطة؟ هو الناس اللي كيتفرجو فينا بغيتهم يتلفو؟ باش يعرفونا الناس، هادي فكرة زوينة. شوفوا معايا اللقطة اللي كتكونوا بوحدكم وكتبغيو تشوفوا في المرايا، ديك الساعه علاش كيوقع لكم شي حاجه ما هيش. تفرجوا. عارفين درت ديك المشطقه؟ باغي المشطه ما عمرك غتلقاها. تسمع مرح، انت دوزي معايا، دوزي مع راسي انا انت. استغفر الله العظيم. علاش مالك؟ علاش كعجب؟ ولا ما مشيتيش غادي تدبر عليها. فوالا كتجي نهاية تاع هذا الفيديو. إلا عجبكم تنساوش لايك سبسكرايب كومنتير، ونشوفكم في الفيديو الجاي. ولكن قبل ما نشوفكم في الفيديو الجاي بغيت نقول لكم واحد الحاجة ما بغيتش تفهم ليا. علاش مثلا إلا نسيتي وما عطيتيش الكادو لصاحبك اللي نهار عيد ميلاده، يعني نسيتي ما درتيهاش بالعاني، من بعد اعتذرتي، ولكن بعد الاعتذار هذاك الشخص تصيفط لك هذا الميساج. سو اسمع، هابي بيرثداي، وانت بنتي معنا في هذه الحلقه، هذا هو الكادو ديالك. شكرا، باي باي. سلام. عفاكم بلا ما تقول لي عنيبه، حيت انا ام نوت عنيبه.